regard, oui, monsieur, face caméra. Notre Fimani, Moudir Merkezi, le Tarouij, le Diwan Siah. Notre Fimani. والله هو معناتها سياحيا هذه معناتها ثقة كبيرة من هذا الأورغانيزاتور ليفينمون معناتها ثقة في الوجهة التونسية اختياره على تونس وعلى الحمامات بالذات هو معناتها في هذا الظرف الوبائي الصعيب معناتها هو معناها ثقة تعطى لتونس وإحنا فرحانين أنه معناها ينتظم المؤتمر هذايا واللي هو يمارك لو 50 أنيفرسير تاع فيليكتور دونك سي ان كرون اوبيراتور معناتها فرونسي كي ديبارك شنو بور اورغانيزي سو كونغري معناتها اللي هو باش يعطي معناتها فما نظرة تفاؤلية للمستقبل القريب إن شاء الله فهمت باش يشجع الناس باش معناها رغم الوضع الوبائي الناس باش تفكر في السياحة وفي الفواياج ومعناها يبقى الأمل موجود. فما تعاون أو تشبيك مع وكالات الأسفل التونسية مع ريزو هم عندهم لو ريسيبتيف تاعهم في تونس واللي هو قاعد ينسق من اجل انجاح العمليه هذه واحنا ك ك معناها انستيتيوشن كديمان سياحه كوزاره السياحه نقوم بكل ما هو تسهيل للعمليه وكل ما هو معناتها من اجل انجاح العمليه هذه. السوق الفرنسيه كما قلت هي سوق معناها عنها اول سوق معناها باعثه للسياح في تونس معناها على مستوى اوروبا. الارقام اللي معناها سجلناها قبل الثوره كانت ارقام ممتازه جدا. بعد الثوره معناتها بدينا في معناها نسق تصاعدي على مستوى الارقام بدات تتحسن الارقام ولكن للاسف الجديد جاء معناها الوباء هذا حاشاكم معناتها عافاكم الله الناس الكل معناها جاء في 2020 ومعناها الى 100 فران سيتي لون معناها دو بروغريسيون كسوا هو السوق الفرنسيه ولا الاسواق بقيه الاسواق ولكن السوق الفرنسيه لان عندنا معناها تقاليد مع فرنسا معناتها من ناحيه تاريخيه من ناحيه ثقافيه عندنا تقاليد وهي سوق اوروبيه معناتها اول سوق باعث للسياح لتونس من ناحيه اوروبا ووقفتنا معناتها الوضعيه الوبائيه اللي جات في من مارس 2020 واللي قاعدين معناها مالوزمون اني اون تران دو سوفير جوسكا اوجوردي وكل مره يطلع لنا فاريون جديد وكل مره معناتها فما معناها دي ريستريكسيون على السفر وهذا هو المشكل الكبير معناها. قبل الظهور المتحور الجديد ظهري كان فما طلب على تونس معكم مؤشرات والله كانت فما معناتها مؤشرات باهيه معناتها لانه كان معناها بدينا نتجاوزوا الفتره الصعيبه نتاع الوباء بدينا معناتها مع التقدم في عمليه التلقيح تعرفوا اللي انتم اليوم تقريبا اكثر من 5 مليون تونسي وقع معناها التلقيح نتاعهم بالدوبل دوز وحنا بوبيلاسيون صغيره بارابور او موند معناتها احنا 11 مليون ولا معناتها اون تيرم دو بورسونتاج واحد كيقول لك يوصل 60 و70% يتحصل على المناعه الجماعيه الايمونيتي كوليكتيف دونك احنا قلنا معناها ان شاء الله باش نخليه ورانا الكوفيد ولكن للاسف هذا فيه متحورات وفيه معناتها حاجات جديده ويفو كون فاس افيك انا با لو شوا مازلنا نواصلوا هو فما لي ريستريكسيون تونس عندها الحق باش تحمي نفسها لانه ما عملناش هذا الكل عمليه التلقيح ولي جورني اوفيرت وما نعرف شنو باش في الاخر نضيعوه يجينا حد لا قدر الله من دونك عندنا الحق باش نحميو روحنا كيما باش نحميو السائح اللي جينا زاد ما نعرفوش اللي شكون معناه يعدي الاخر دونك تونس من حقها تاخذ الاجراءات باش تحمي ولكن يفوف زاد بارالمون ما نسكروش الباب كومبليتمون لان عندنا اقتصاد وعندنا سياحه وعندنا معناتها احنا بلد سياحي بامتياز نحبوا معناها السياحه تتواصل ونحبوا معناها نشوفوا المستقبل معناها بامل كبير. يعني ميساج لاصحاب النزول لوكالات الاسفار في السيزون شي والله هما ماهمش مستحقين للرسالة بتاعي يعني أنا كما قال توا مسيو أبيت بول الناس اللي صبرت وقالت واقفة على ساقيها بوندون دو زون خاطر هذايا
راهو سي با ديفيسيل سي با فاسيل سامحوني معناتها انسان ولا معناتها نزل والا وكاله اصفار معناها كي ريزيست بوندون اون اني ومن بعد معناها المفروض العام اللي من بعده من الفاريكوبيري تلقى روحها العام اللي بعده نفس الشيء معناها سي كاتاستروفيك ولكن الحمد لله معناها العديد من النزل وعلى العديد من كاله الاصفار معناتها معناتها يا يو دو لا ريزيليونس ومعناها ما زلت برشا معناها نزل برشا وكاله اصفار واقفه على سطحها ومعناها هذا معناها يؤشر انهم ناس معناتها حرفيين مهنيين يعرفوا اللي معناها لي لوندمان ان شاء الله سيرون ميور. مرحبا.